ليه طعميه يا ام عبد الله عشان مستعجل؟ وحشتيني يا عواطف. يا حبيبي يا اخويا. راح فين يا عواطف؟ البيت اهو. يا عواطف. يا عواطف ايه؟ الله يسلمك يا ام احمد. يا حبيبي يا اخويا. نرجع البيت الاول. الحمد لله على السلامة يا برنس السرير. وحشتيني يا سخام. يا حبيبي يا اخويا. راح فين بس طيب؟ راح فين؟ اتأخرت عليا يا ابو اسامة.